السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى السنة الثالث الرابعة ابتدائي، أقدم لكم اليوم درسا في مادة الرياضيات تحت عنوان طرح الأعداد الكسرية، ويعتبر الجزء الثاني لما تم تقديمه خلال جمع الأعداد الكسرية. والأهداف المتوخاة من هذا الدرس هو حساب فرق عددين كسريين، نمر الآن عزيزي المتعلم إلى هذا النشاط التذكيري. أحسب ما يلي: 1 على 5 زائد 3 على 5 تساوي كام؟ 1 على 6 زائد 5 على 6 تساوي كام؟ الآن عزيزي المتعلم، خذ الدفتر وحاول أن تنجز العمليتين معا. إذن 1 على 5 زائد 3 على 5 يساوي 4 على 5. تذكر عزيزي المتعلم قاعدة حساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام. نكتفي بحساب البسطين، مجموع البسطين، ونحتفظ بالمقام الموحد الذي هو هنا 5. العملية الثانية 1 على 6 زائد 5 على 6، ألاحظ بأن للعددين الكسريين نفس المقام، أحسب مجموع البسطين وأحتفظ بالمقام الموحد. لاحظ عزيزي المتعلم 6 على 6 تساوي 1. نمر الآن للوضعية الأولى. اشترى رب أسرة دراجة نارية. دفع 1 على 6 عند طلبها، و2 على 6 عند استلامها. أتمم تمثيل الوضعية بالرسم، ولون كل جزء بلون مغاير. احسب العدد الكسري الذي يمثل المبلغ الباقي أداؤه. لك مهلة للتفكير عزيزي المتعلم، حاول أن تجيب عن السؤالين المطروحين في الوضعية بعد إيقاف تشغيل الفيديو. استأنف الآن تشغيل الفيديو وتابع معنا. تمثيل الوضعية: المقام يشير إلى أجزاء الوحدة. الجزء الأول الأزرق يمثل ما تم دفعه عند طلبها، وهو 1 على 6. الجزء الأحمر يمثل ما تم دفعه عند استلامها، 2 على 6. حاول أن تلاحظ جيدا. نحسب أولا مجموع ما أداه رب الأسرة على شكل عدد كسري، ونكتب 1 على 6 زائد 2 على 6 تساوي 1 زائد 2 على 6، والكل يساوي 3 على 6. تذكر عزيزي المتعلم أثناء جمع الأعداد الكسرية قلنا لحساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام، نحسب مجموع البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد. الوحدة: بما أن المقام الموحد هو 6، فإن العدد الكسري الذي يمثل ثمن الدراجة النارية هو 6 على 6، يعني هو الوحدة. 6 على 6 تساوي 1. نحسب العدد الكسري الآن الذي يمثل المبلغ الباقي أداؤه، هو نكتب 1 ناقص 3 على 6، بحيث 1 يمثل الوحدة، يساوي 6 على 6 ناقص 3 على 6. نحسب 6 ناقص 3 في البسط، ونحتفظ بالمقام الموحد الذي هو 6، والكل يساوي 6 ناقص 3 في البسط تساوي 3، ونحتفظ بالعدد 6 في المقام. لاحظ جيدا الخطوات بتأنٍ. الآن عزيزي المتعلم نستنتج القاعدة التالية: لحساب فرق عددين كسريين
لهما نفس المقام، نحسب فرق البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد. أمثلة: لدينا 9 على 7 ناقص 5 على 7 تساوي 9 ناقص 5 على 7. 9 ناقص 5 في البسط نكتب 4 ونحتفظ بالمقام الموحد الذي هو 7. المثال الثاني: 8 على 5 ناقص 6 على 5. نطبق القاعدة التي تقول نحسب فرق البسطين 8 ناقص 5 ونحتفظ بالمقام الموحد، وأكتب 8 ناقص 5 على 5 تساوي 3 على 5. ألاحظ جيدا العدد الكسري الذي حصلت عليه هو 3 على 6. إذن يوجد قاسم مشترك لبسط ومقام هذا العدد الكسري وهو 3. يمكن اختزال هذا العدد الكسري. نكتب 3 على 6 تساوي 3 قسمة 3، 6 قسمة 3. إذا قسمنا بسط ومقام أي عدد كسري على نفس العدد فإن الكسر لا يتغير، نحصل على كسر مكافئ له. 3 قسمة 3 تساوي 1، و6 قسمة 3 تساوي 2، ونقول إننا اختزلنا العدد الكسري 3 على 6، تم اختزاله. الآن نلاحظ معا الخطوات التي اتبعها محمد لحساب هذا الفرق. 2 على 3 ناقص 1 على 4. لاحظ ما يقوله محمد: العددان الكسريان لهما مقامان مختلفان، إذن أوحد مقاميهما لكي أتمكن من حساب الفرق وأطبق القاعدة. 2 على 3 تساوي 2 في 4 على 3 في 4. أكتب في البسط 8 وفي المقام 12. 1 على 4 يساوي 1 في 3 على 4 في 3، والكل يساوي 8 على 12. تذكر عزيزي المتعلم هذه الطرق رأيناها أثناء حساب مجموع عددين كسريين، ثم أحسب فرقهما بتطبيق القاعدة التي تقول لحساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نحسب فرق البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد. أكتب 2 على 3 ناقص 1 على 4 يساوي 8 على 12 ناقص 3 على 12، والكل يساوي 8 ناقص 3 على 12، والكل يساوي 5 على 12. الآن أتدرب أحسب ما يلي: 5 على 8 ناقص 2 على 8، 7 على 4 ناقص 7 على 5. خذ عزيزي المتعلم الدفتر وحاول أن تنجز العمليتين. بعد إيقاف تشغيل الفيديو الآن عزيزي المتعلم استأنف تشغيل الفيديو لنمر للتصحيح معا. فيما يخص العملية الأولى، ألاحظ بأن للعددين الكسريين نفس المقام، أطبق القاعدة مباشرة وأكتب 5 على 8 ناقص 2 على 8، الكل يساوي 5 ناقص 2 في البسط على 8، والكل يساوي 5 ناقص 2 تساوي 3 في البسط، ونحتفظ بالمقام الموحد.
أتمنى أن تكون أنجزت بشكل صحيح.